وقد اجتمع معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد ال خليفه وزير الخارجيه مع معالي السيد عادل بن احمد الجبير وزير خارجيه المملكه العربيه السعوديه الشقيقه وذلك على هامش القمه الاسلاميه الاستثنائيه. وخلال الاجتماع تم بحث العلاقات الثنائيه التاريخيه الوثيقه والمتميزه بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما تم التشاور والتنسيق حول الموضوعات المطروحة على اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد في التاسع من شهر مارس الجاري واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي سيعقد في العاشر من مارس الجاري كما تم التشاور حول الآليات والإجراءات المترتبة على اعتبار دول مجلس التعاون حزب الله كمنظمة إرهابية كما تطرق الاجتماع إلى تدخلات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخليه للدول العربيه وسبل وضع حد لهذه التدخلات اضافه الى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه مع معالي السيد سامح شكري وزير خارجيه جمهوريه مصر العربيه الشقيقه حيث تم بحث العلاقات الثنائيه القويه والوطيده بين البلدين الشقيقين اضافه الى الموضوعات المعروضه على اجتماع مجلس جامعه الدول العربيه على المستوى الوزاري كما جرى خلال الاجتماع استعراض اخر التطورات والمستجدات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك